نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة ليها على الانستجرام بالمايو، والصورة دي كانت في أجازة ليها في جزر المالديف. وظهرت غادة بلوك جديد وشعر قصير ونضارة شمس، وقامت غادة بنشر أكتر من صورة ليها من جوه حمام السباحة. وتعرضت غادة لهجوم كبير جدا من جمهورها على الانستجرام، وناس تانية غزلتها وسألوها ازاي بتصغري كده. الحقيقة دي مش أول مرة تنشر غادة عبد الرازق صور ليها بالمايو، فمن حوالي سنة نشرت ليها مجموعة صور بمايو تايجر، وده لما كانت بتقضي أجازتها مع أسرتها في إيطاليا. والصورة برضو أثارت جدل كبير جدا وقت نزولها، لكن واضح إن غادة مش بتركز مع الانتقادات وبتحب تعيش على الموضة وعلى طبيعتها. ومؤخرا ظهرت غادة عبد الرازق في العرض الخاص لفيلمها اللي اختشوا ماتوا بالهوت شورت، وظهرت بلوك يناسب الصيف، لكن للأسف فيلم اللي اختشوا ماتوا ما قدرش يحقق الإيرادات المتوقعة. أنا أقصد من الفيلم إن اللي اختشوا ماتوا، دي حقيقة إن في ناس كتير جدا عينيهم باكحة، هم دول اللي عارفين يمشوا في الدنيا بالدراع وبتاع. كل الشخصيات اللي في الفيلم جديدة، حتى إسماعيل فاروق المخرج هتشوفوه بشكل جديد، المزيكا طعم الحكاية كلها. ومن ناحية تانية بتنافس غادة عبد الرازق السنة دي بمسلسلها الخانكة، ومؤخرا قامت الشركة المنتجة للمسلسل بنشر برومو العمل واللي سيطر عليه مشاهد الإثارة والغموض. وظهرت غادة عبد الرازق بشكل أصغر في البرومو، ظهرت كمان كشخصية متحررة وبتفضل ركوب الموتوسيكلات، لكن بتواجه أزمة من صغرها بتعاني منها طول أحداث المسلسل، وبيشاركها البطولة ماجد المصري وفتحي عبد الوهاب.